السعيدة في خطر، لقد غزا العمال أرضنا وسيدمرون الأشجار بآلاتهم الضخمة. لقد كشف بين البشر عن أنانيتهم، فبأي حق يهاجمون غابتنا؟ علينا أن نتشاور في الرد المناسب. ما رأى حلا إلا أن يهاجم قطيع تلك الآيات فيحطمها، وتلك الآيات وتلك الخيام فيدمرها، ونستريح من هؤلاء الغرباء. إذا حطمت الفيلة الآلات، فمن يضمن لنا أنهم لا يأتون بغيرها؟ أنا أرى أن نهجم بجيوش الجرذان وبقية القوارض، فنتلف طعامهم ونسقب خيامهم. مهلا يا صديقي، هل تأمن أن ينصب لكم هؤلاء فخاخا؟ مهلا، حافظوا على هدوءكم، سننتظر إلى الغد، سنجد الحل، لابد أن نجد الحل. إلهي، الأمطار غزيرة، هلموا إلى الخيام، لقد غرقت الغابة في سيول غامرة وصارت وحلا عطل حركة الآلات. لقد نفذت المؤونة وانتشرت الحمى بيننا، سأطلب المساعدة الطبية من المدينة، سوف نشرف على احمل من هذا العسل النادي إلى مخيم بشري، ضعوا في خيامه دون أن يروك. ولكن من غير لكن، لابد من تقديم المساعدة الطبية لمن يحتاجها، إن سيئنا اختلافا مع البشر إلى حين. إنني أشعر بالتحسن. أجل، إنه دواء عجيب. الحمد لله، لقد نفع الله برداء العافية بعد الذي ورنا من هذا العسل. لابد أن يكون هذا العسل دواء عجيبا، ولابد أن صاحبه أراد أن يساعدكم مقابل شيء لا نعلم. من شعبوني في دور العمل الثاني، لا نمزد سنة ثانية واحد في دور رئيس العمل، مرهدش السنة الثانية واحد في دور العمال الأول، مريم بايشة سنة ثانية واحد في دور الفيل، ريتاش حسني سنة ثانية واحد في دور الطبيبة، محمد عزيز سويري في دور سيدة الحمام، والكبيدة سنة ثانية واحد في دور أبو العسل، ما يعرف سنة ثانية واحد في دور الثعلب، فاروق بالحق صلح سنة ثانية واحد في دور الكبير الجرذان.